ما معنى هذه العبارة لا يستعمل في العلم الإلهي قياس تمثيلي أو شمولي وإنما يستعمل قياس الأولى؟ هذه الأقيسة الثلاث مستعملة عند المناطقة، قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأولى، والتمثيل والشمول يقتضي الاشتراك في الجنس لأن المثال هو أحد أفراد الجنس. أما القياس الذي يصح أن يطبق في صفات الله جل وعلا وفيما يليق به جل جلاله فهو قياس الأولى، يعني أن يقال كل كمال في المخلوق فالله جل وعلا أولى به، لأن الله سبحانه متصف بصفات الكمال المطلق، وإذا كان في المخلوق نوع كمال يناسبه فالله جل وعلا له الكمال المطلق. مثاله المخلوق الغنى كمال في حقه يعني عند الناس، وكذلك سلامته في حكمته وإدراكه وهذا كمال في حقه، كذلك قدرته كمال في حقه، كذلك سمعه وبصره وسلامة آلاته هذا كمال في حقه، وهكذا. فهذه الصفات التي في المخلوق التي تكون فيه كمال فهي تثبت في الله جل وعلا لأن الله سبحانه أولى بالكمال وأولى بنفي النقص عنه جل جلاله. ومن الأمثلة التي تشكل على بعض الناس في هذا الباب هو أن يقال إن الله جل وعلا نفى عنه الولادة فقال لم يلد ولم يولد فليس له ولد لأنه غير محتاج إليه، والمخلوق الولد في حقه كمال إذ العقيم ليس بكامل عند الناس، وهذا ليس متجها ولا معارضا للقاعدة لأن المخلوق صار الولد في حقه كمالا لحاجته إليه، فهو يستكثر بالولد ويستقوي به لحاجته إليه لأنه قد ينتفع منه بأنواع الانتفاع، فلهذا والولد في حق المخلوق نقص، فلهذا ينفع عن الله جل وعلا وليس كمالا كما قد يظن. المقصود أن هذه العبارات القياس التمثيلي والقياس الشمولي والقياس الأولى من عبارات المناطقة أصحاب المنطق وعلم الكلام، ولا يصح استعمالها عند أهل السنة والجماعة إلا في قياس الأولى دون غيره.